السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن خبر طلاق الفنانة نيلي كريم بعد ما طلع زوجها يا جماعة وقال ان الجوازة دي ضرته. اقول لكم شوية تفاصيل وايه الموضوع بالظبط، وبعديها بشوية لقينا بوست منزلاه الفنانة نيلي كريم بترد عليه. بجد حاجة صعبة طبعا، مش زي ياسمين عبد العزيز لما اتطلقت من احمد العوضي وكان كل حد ما بينهم طلع وكتب كل شيء اسمه نصيب والنصيب وقف لحد كده والموضوع خلص. دي طلعت كتبت كلام وهو طلع كتب كلام وكانوا بيردوا على بعض على الانستجرام. اقول لكم شويه تفاصيل بعد موضوع او بعد طلاقهم رسمي امبارح عند المأذون، وكمان اتكلم معاكم النهارده عن الموت يفجع الفنان الشعبي محمود الليثي، واقول لكم موعد ومكان تشييع الجنازه. اقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. اتمنى منكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويا جماعه الناس اللي بتشترك اتمنى من كل الناس اللي بتحبني تفعل الجرس. بصوا يا جماعه هبتدي معاكم باول موضوع، موضوع طلاق نيلي كريم وموضوع ان هي طلعت وقالت كل شيء اسمه نصيب. فجاه جوزها يرد ويقول الجوازه دي ضرتني، وهي ترد تاني كلام كتير قوي ولغط كتير. هل فعلا اتطلقوا؟ اه يا جماعه امبارح اتطلقوا رسمي عند المأذون واعلنوا الخبر. اقول لكم الاول شويه تفاصيل عن الفنانه وبعد كده اقول لكم ايه الموضوع بالظبط وايه موضوع ان هو طلع وقال ان جوازها منه يعني ضر. اقول لكم شويه تفاصيل. بصوا الفنانه نيلي كريم يا جماعه من مواليد 18 ديسمبر عام 1974، هي من مدينه الاسكندريه لاب مصري من مدينه الزقازيق محافظه الشرقيه وام روسيه. وتعد نيلي كريم واحده من اهم نجوم الدراما في مصر في السنوات الاخيره. قدمت الفنانة نيلي كريم العديد من الأعمال الفنية التي تركت علامة وكان لها تأثير قوي على المجتمع، حيث ناقشت عدد من القضايا الشائكة. وعادت الفنانة نيلي كريم مع عائلتها عام 1991 وبدأت مشوارها في فن الباليه بدار الأوبرا المصرية، وكانت من أهم راقصات الباليه في دار الأوبرا. الفنانة نيلي كريم بقى هل فعلا اتجوزت مرتين؟ بصوا يا جماعة الفنانة اتجوزت 3 مرات وعندها من الأولاد كريم ويوسف. أقول لكم شوية تفاصيل. تزوجت الفنانة نيلي كريم 3 مرات، الأولى كانت من والد أبنائها خلفت منه كريم ويوسف، لكنها انفصلت عنه وتزوجت للمرة الثانية عام 2004 من خبير التغذية هاني أبو النجا، وانجبت منه ابنتان هما سيليا وكندا. يعني عندها 4 أولاد يا جماعة، سوري، كريم ويوسف وسيليا وكندا، يعني بنتين ولد، بنتين ولدين. وانفصلت عنه عام 2015، وبعد كده اتجوزت من لاعب الاسكواش هشام عاشور في شهر اغسطس 2021، وبعد كده اتطلقوا امبارح. ده يا جماعه اخر زيجه ليها اللي اسمه هشام عاشور. اقول لكم بقى شويه تفاصيل. ترددت خلال الساعات الماضيه انباء عن طلاق النجمه نيلي كريم عن زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، واكدت نيلي كريم نبأ انفصالها عن هشام قائله الخبر حقيقي وكل شيء اسمه نصيب. كمان يذكر ان نيلي كريم وهشام عاشور تزوجا في ديسمبر عام 2021 واقيم حفل زفافهم في الساحل الشمالي. اكدت الفنانه نيلي كريم، بصوا يا جماعه يعني جوزها يطلع يكذب وهي تاكد الخبر. هي طلعت واكدت وقالت كل شيء اسمه نصيب الطلاق، وبعد كده هو لما لقاها طلعت واكدت طلع وقال اصلا انا الجوازه دي ضرتني وما كنتش المفروض اتجوزها اصلا. اقول لكم شويه تفاصيل. اكدت الفنانه نيلي كريم خبر طلاقها من زوجها هشام عاشور الذي انتشر مساء امس، وذلك بعد زواج دام اكتر من 3 سنوات، وذلك في تصريحات تلفزيونيه، وقالت الطلاق تم بشكل رسمي وما بين كل الاحترام والتقدير وكل شيء اسمه نصيب. ورغم تأكيدها خبر الطلاق إلى أنها لم تحذف أي من صورها مع زوجها هشام، وهو ما قام به أيضا هشام حيث احتفظ بصورهم معه. بصوا يا جماعة هي طلعت واعلنت خبر الطلاق رسمي امبارح، اتطلقوا رسميا عند المأذون. كان في مشاكل وانفصال او في خلاف زي ما بيحصل في اي بيت لغايه ما وصل ما بينهم الى الطلاق. فهي لما طلعت اكدت الخبر فجاه لقينا جوزها طالع وكاتب على صفحته الرسميه الجوازه دي ضرتني جامد قوي. فهي طلعت وردت وقالت انا مش عايزه اتكلم في اي تفاصيل طلاق، انا عايزه التزم الصمت. يعني زي ما بيقولوا كده بيلقحوا على بعض على الانستجرام، لا حول ولا قوة الا بالله. الموضوع اللي بعد كده طبعا بالتوفيق للاتنين. يعني
الموت يفجع الفنان محمود الليثي. مين اللي توفى في عيلة الفنان محمود الليثي بعد انهيار وانهيار تام أثناء تشييع الجثمان؟ اللي توفت يا جماعة والدته. أقول لكم شوية تفاصيل، وكان بيبكي بحرقة يا جماعة في تشييع جثمان والدته، بيقول أنا ابن أمي، أنا أمي كل حياتي. أقول لكم شوية تفاصيل. محمود الليثي يا جماعة اسمه محمود سمير الليثي الديب، عنده من الأولاد محمد وسيد، من مواليد 12 يونيو 1979، عنده 44 سنة، من الإسكندرية. هو مغني وملحن وممثل ومؤلف مصري، ولد عام 1979 زي ما قلت لكم. بدأ مسيرته الفنية عام 2004. أقول لكم بقى شوية تفاصيل عن وفاة والدته. كشف الفنان محمود الليثي عن موعد ومكان أداء صلاة الجنازة على والدته الذي غادرت عالمنا ظهر اليوم الجمعة 31 مايو. وكتب محمود الليثي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صلاة الجنازة بعد أذان العصر في جامع الحصري 6 أكتوبر. وأعلن محمود الليثي وفاة والدته، وقال إن البقاء لله وحده لا شريك له. أمي ماتت، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمي ماتت، البقاء والدوام لله، أمي في ذمة الله. كما كتب الفنان حمادة الليثي، أمي في ذمة الله، ربنا يصبرني على فراقك ياما. وكتب عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي التانية والدة حبيبي محمود الليثي في ذمة الله. تعرضت والدة محمود الليثي لأزمة صحية الأيام الماضية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وكان محمود الليثي طرح في يناير عام 2024 أغنيته الجديدة الجدع. أقول لكم بقى معاد تشييع الجثمان. أعلنت أسرة الفنان محمود الليثي عن موعد صلاة الجنازة لوالدته التي توفيت صباح اليوم عقب تعرضها لأزمة صحية أودت بحياتها. وقالت أسرة الفنان محمود الليثي أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر. توفيت منذ قليل والدة النجمين محمود وحمادة الليثي، وطبعا هي جماعة أساسا كانت محجوزة في المستشفى بقالها اسبوع بالظبط، كان عندها مشكله في التنفس او كان عندها مشكله في صدرها من فوق، حساسيه زي ما بيقول، هي اساسا مريضه حساسيه. وتم نقلها المستشفى، قعدت اسبوع بالظبط في غرفه الرعايه المركزه وكانت تعبانه جدا. فلا حول ولا قوه الا بالله. امبارح اتوفت الصبح، يوم الجمعه امبارح الصبح، وطلعوا اعلنوا ميعاد تشييع الجثمان والجنازه يعني، وكمان ميعاد تلقي الفنان محمود الليثي العزاء في والدته. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا لها دعوه كويسه في التعليقات، انا لله وانا اليه راجعون. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. وبالله عليكم كل الناس اللي بتحبني، الناس اللي تدوس اشتراك تفعل الجرس، بالله عليكم قربت اكمل ال 100 ألف مشترك، نفسي اكبر بيكم وليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.